counterweighting أو counterbalancing. الهدف من الكاونترويتنج إنه بخفف التورك. إذن الكاونترويتنج راح يعمل ريدكشن of راح ينزل الريكوايرد تورك، لكن طبعا بيزيد الانيرشا. إذن هذا أحد الأوبشنز اللي ممكن نعمله. عادة الكاونتر ويت بناخده بحيث إنه يقتل كل يتخلص من كل الديد لود. في عندنا تعبير اسمه ديد لود وفي لايف لود. الديد لود يعني لو أنا عندي شاحنة، افرض هاي الشاحنة وزنها 10 طن. واللود اللي بنحط فيها 2 طن. فأنا لما بروح وباجي بالشاحنة كل يوم ايش عمالي بنقول؟ عمالي بستعمل بحمل يعني الهاي لو شاحنة هون 12 طن. وهاي الشاحنة شكلها عجيب عم تحمل لود هون هلا أنا مشكلتي بالشاحنة مضطر إنه الشاحنة هاي زي بس هاي صار شكلها هاي الشاحنة وزنها 10 طن متريك طن قديش عم بحمل فيها؟ 2 طن. ايش الديد لود؟ ديد لود 10 طن. انا مضطر اني انقل ال 10 طن رايح جاي عشان اقدر اوصل 2 طن اللي موجودين. احنا عادة بنحاول نستعمل الكاونتر ويت حتى يلغي الديد لود. انا في الجسر كله ديد لود عندي، لاني ما راح اعمل باسنجرز عليه. فاحنا لما نيجي نتطلع على هذا الجسر، هذا كله ديد لود، هذا ديد لود مظبوط راح يكون دائما موجود. وفيش عليه اشخاص، ما في اشخاص بيزيدوا بينقصوا، دائما رح يكون فاضي لما يطلع وينزل، فكله ديد لود. فبدي احاول الان احط هون كونكريت بلوك، خليني اطول هاي حتى تبين بدي احط هون ديد لود او كونكريت بلوك بحيث انه يوازن الوزن اللي موجود هون. طبعا هو انا بدي اوازن مومنتم بمومنتم، مش هيك؟ او تورك مع تورك. فهي التورك اللي جاي من الكاونتر ويت، وهي التورك، طبعا التورك هذا مضروب في البربنديكولار ديستانس، وهذا هون طبعا هذا السنتر اوف جرافيتي مضروب في، وهي مركز نقطة الارتكاز البيفت بوينت، مضبوط؟ فهذا راح يكون عندي خلينا نسميه دي 1، وهذا هون ام 1 جي ام جي 1، وهذا عندي هون راح يكون ام جي 2 في جي، وهذا عندي هون دي 2، مضبوط؟ هلا انا محصور في هذه هون ما بقدرش امده، لو بقدر امده بقدر اخفف الوزن الفعلي، بس انا محصور لانه الغرفه تبعتي هون مسكره. يعني يمكن يكون هون في اشياء ثانيه او الشارع صار فانا محصور قديش انا بقدر ابعده هون، فانا مضطر اكبره بهذا الاتجاه بحيث انه هلا بدنا نعمل بحيث انه ام1 جي1 في دي1 بتساوي دي2 في ام2 في جي، جي بتشطب مع جي من هون، فام2 راح اختارها بحيث انها دي1 على دي2 في M1. بس طبعا D2 اصغر من D1 فراح تكون اكبر من M1، مضطرين نحطها بهذا الشكل. هلا اذا عملنا هيك راح الغي كل الاوت اوف بالانس تورك. فنرجع للمعادله الان، اذا بتتذكروا المعادله T اللي راح يجي من المحرك TD، متذكرين ضربناه في الافشنسي مزبوط؟ او راح نضربه في الافشنسي هلا لما اعمل الحسابات، راح اضربه في الافشنسي، راح اقول انا 75% الافشنسي، معناها التورك اللي بيجيني من المحرك راح اضربه 75%. واحنا عملنا ريفيرال لوين كل شيء؟ عملنا ريفيرال لللو سبيد شافت في الحاله هذه مضبوط؟ فاذا بعمل ريفيرال لللو سبيد شافت بضرب في ار جي. مش هيك؟ مش احنا هون عندي السبيد ايش عم بعملها سبيد من المحرك للشافت؟ عم بعملها ستيب داون، فالتورك ايش عم بعمل له؟ ستيب اب، فبرفعه هون صار عندي التورك اعلى. هلا هون تي اوت اوف بالانس، ايش راح يصير في تي اوت اوف بالانس اذا حطيت الكاونتر ويت؟ راح تصير زيرو. تخلصت من كل هذا الجزء، وهذا رح تلاحظوا هلا لما نحل المعادلة، هذا جزء كبير أكبر بكثير من الجزء اللي موجود هون. هذا بيساوي ألفا، وهذا طبعاً التورك أوت أوف بالانس أوريدي هو على اللو سبيد شافت، يعني هذا أوريدي موجود على لو سبيد شافت من هون، وهذا للو سبيد شافت حسبناها، وهي رح تكون مجموع أي. هلا هون أي بتكبر لأنه رح تصير أي اللي جاي من هون وأي اللي جاي من هون، وهي أي بتتذكروا حسبناها وطلعناها معادله، مش اشتقنا معادله. فانت بدك تعرف تشتق المعادله الهاي، حول اي اكسس الاي بدي اياها، حول هذا اي اكس اكس مزبوط،
مش احنا بدي الانيرشا حوالين هذا الاكسس اللي هون بالنسبه لهذا الجسم، وهي بتصير هاي اي توتال للجسمين. هلا راح تلاحظوا ان لما نعمل كاونتر ويتنج راح الغي هذا الجزء او راح الغي جزء كبير منه. ايش راح يضل عندي؟ بس هذا راح يصير اي، راح يصير هذا سم، او هذا راح يصير اي 1 زائد اي كله. بس انت هلا راح تشوفها لما تتخلص منه، هذا تتخلص من جزء كبير من هون، بصير بامكانك انت تعمل اللي بدك اياه هون. او حتى راح تشوفوا الان اذا حليتوها بصير بامكانك تختار نفس المحرك تصغر الريدكشن ريشيو اللي موجوده هون، فبامكانك تزيد السرعه. يعني بدل ما اطلع ب 60 ثانيه بقدر اطلع مثلا ب 10 ثواني او 5 ثواني. اعمل حسابك. اوكي ماشي واضح. اذا هاي فكره كاونتر ويت، بتخلص من الاوت اوف بالانس من هون، فبصير عندي بضل عندي بس هذا اللي موجود هون، فبخف التورك المطلوب من المحرك، بخفف كثير التورك. كل ما زاد التورك المطلوب من المحرك شو بصير بحجم المحرك وثمنه؟ بيرتفع من هون. فانا صار عندي اوبشنز هلا، اذا عملت هيك وعملت كاونتر ويتنج بامكاني اخفف الجير بوكس ادكشن ريشيو. احنا الجير بوكس ادكشن ريشيو الان 10,000، عالي جدا. بامكاني اخفف الجير بوكس ادكشن ريشيو بنفس المحرك، ارفع السرعه تبعت هذا. الان احنا عمالنا بنعملها ب 60 ثانيه، ممكن في حالات معينه بدنا اياها تطلع مثلا ب 5 ثواني 10 ثواني مثلا.